نعم انت ايه يا ابني؟ الظهر يا ابني خلاص عليا. ايه يابا اللي انت بتقوله ده؟ ما تقولش كده، ده انت حسك في الدنيا يا حاج. اقعد يا بس تعالى، انت خلاص يابا ما بقالاش ليك شغل تاني. يا ابني ما ينفعش لازم يا ابني اشتغل يا ابني، كفايه عليك يا ابني فلوس جامعتك وفلوس مصاريفك يا ابني. ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هو انا مين خلاني كده؟ ما انت اللي خلتني كده. انت خلاص يابا مالكش شغل تاني. وبعدين داخل علينا عيد، هجيب لك احلى هدوم عيد يا عم. يا ابني داخل علينا عيد يا ابني في مصاريف كفايه يا ابني اللي انت فيه، وكفايه الشعر اللي انت بتشيله، وانت يا ابني بتشتغل عشان خاطر كليتك. شاي يا حاج اللي انت بتتكلم عنه. انت يابا مالكش شغل تاني. فاكر يابا لما كنت بتاخدني في العيد وبتجيب لي لبس؟ طب سيبك من ده. فاكر لما كنت بتفسحني؟ كل ده انا مش ناسيه. كان دايما في كلمه بتقولها لي، كنت بتقول لي ايه؟ نفسي يا ابني تبقى ظهري لما اكبر، وانا بقيت ظهرك يا حاج. لو كنت يوم قصرت سامحني يا بابا سامحني. أنا من أبويا شفت خير في الدنيا يا بنت اللي عملته.